أهلا ريسبشن؟ أيوة فندم. عرفت الأسامي؟ الكيك. إيه ده حضرتك؟ مش بتقولي الكيك؟ لا يا فندم، الكي يعني مفتاح. بأسباني بقى ما أعرفوش حقيقة. يمكن حياتك مسافر ولا إيه يا أستاذ خميس؟ إيه ما انبسطتش عندنا؟ لا الحقيقة أنا مسافر على الهواء بالطيارة. بعت لي عايزين أعمل فيلم هناك في بلاد بره. أخيرا عارفوا إمتى؟ بعتوا لي بالفاكس. مستر سارس داي عاوزينك ضروري. عشان أعمل فيلم استعراضي، استعراضي كبير. أيوه هنا أقل من مين؟ أقل من مين أنا؟ أقل من كيركي دوغلاس؟ أقل من باكابورتو الكسر؟ أقل من الناس دي أنا؟ بعتوا لي عشان فيلم استعراضي ولقوا فيا كل المواهب. ما أنا عريض. هنزلكم بقى عشان ألحقوا. هو مين ده يا فندم؟ المجد. أنا مش فاهم يا خالد، أنت شاكك فيا بالشكل ده ليه؟ أنا بصراحة ما بقتش فاهمك يا زكي. اتفاقي معاك إنك تطفشه من الأوتيل مش صاحبه. ما هو كوني خليتك شكيت بالشكل ده، ده دليل قاطع على نجاح خطتي. خطتك؟ وإيه هي خطتك بقى؟ خطتي إن أوثق الصداقة بيني وبين بسيوني قوي، وبكده أبلميت الطعم. بعد كده أقش السمك كله. طعم ايه وسمك ايه؟ انت بتقول فوازير؟ الطعم بسيوني والسمك ولاد الاعمام المحترمين. على فكرة بسيوني حيقوم بمهمة شاقة جدا لنا ولا انت نقدر عليها. ايه هي بقى؟ طبعا يا خالد انت عارف ان بسيوني بيحب ليلى قوي، وحبه ليها ده هيخليه وحش كاسر مفترس لا يسمح لاي حد ان يحوم حواليها. ولا مؤاخذه بقى دورك بقى تصطاد في الميه العكره. والله هو كلام معقول برضه زكي، بس اللي انا خايف منه بقى ان حب بسيوني ليلى ده يعمل لنا مشكله في الاخر. بسيوني؟ لا 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 نو 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 يا خالد، ما تفكرش بسيوني خالص. ليلى مش هتتجوز بسيوني. اذا انت شايف كده يبقى على خيره الله، ربنا يوفقك يا زكي. يبقى بقى نتفق على نصيب كل واحد فينا في الصفقة. صفقة؟ صفقة ايه؟ صفقة ايه؟ ثروة عمي، عمي العزيز فايق الهنداوي. يا زكي ما انت عارف ان انا مملوكش منها حاجة. في حالة جوازك بقى من ليلى يا خالد هتبقى انت المالك الوحيد. مش لما يبقى يحصل؟ هيحصل. ما دام خطتي انا يبقى هيحصل. بس المهم نتفق على كل شيء من دلوقتي. Just now. طيب. اهو كده معقول. انا موافق. على العموم اي حد يتصل بيا انا موجود هنا. ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ ايه يا ابني ده؟ انت تقول لي بجيني تغميني بالشكل ده؟ عشان تعرف مين انا من قبل ما اقول لك انا مين. خلاص انا عرفت مين انت. بس ان حضرتك قفلت السماعه عشان كنت عايز حضرتك في كلمتين على انفراد. على انفراد؟ على انفراد ليه ان شاء الله؟ اصل انا في دماغي مشروع كبير قوي يا عمو، بصراحه استخسرت ابيع فكرته لاي حد، قلت ان حضرتك اولى بتنفيذه. خلاص يا سيدي قول، سمعنا مشروعك الكبير ده. المشروع ده عباره عن بناء المساكن الجاهزه. يا سلام. ايه يا ابني وده مشروع جديد ده؟ ما هي المساكن الجاهزه ماليه الدنيا. سيبني اكمل كلامي. سيبني يا عمو، المشروع ده مخصص لالاف الشبان محدود الدخل الغلابه اللي عايزين يتجوزوا ومش لاقيين شقق. ده مشروع انساني، انساني كبير قوي، ما يعملوش غير راجل وطني زيك يا عمو، وهي فرصه تساهم في حل مشكله الاف الشباب. والله فكره تستاهل الدراسه. ما تشيلش هم الدراسه يا عمو،
امال انا هنا بعمل ايه؟ المهم ان حضرتك توافق مبدئيا. انا اسف جدا، كنت فاكر حضرتك لوحدك. لا ابدا يا خالد، انت ابن حلال. انا كنت لسه هتصل بيك حالا. انا تحت امر سعادتك. اصل وجدي عرض عليا فكره مشروع لبناء المساكن الجاهزه. طب وراي سعادتك ايه؟ والله هي فكره مش بطاله، بس انا كنت مستني عشان اخد رايك انت، لان انت عارف ثقتي فيك لا حد لها. تقال يا فندم انه مشروع مش جديد، شركات كتير قبل كده سبقتنا في تنفيذه. بالعكس، ده مشروع جديد لانك. بالعكس، الحكومة نفسها سبقت ونفذت المشروع ده قبل كده تحت مسمى مشروع إسكان منخفض التكاليف، بس للأسف المشاريع دي كلها ما حققتش الغرض منها. طب وإيه السر في عدم نجاحها؟ أكيد ما كانش وراها خبراء متخصصين زي. بالعكس يا أستاذ وجدي، الحكومة وفرت للمشاريع دي خبرات نادرة، بس ارتفاع أسعار مواد البناء خلى الوحدة المخصصة للشاب حديث التخرج تكلفتها في المتوسط ما يقلش عن 15,000 جنيه. ياه، وشاب حديث التخرج هيجيب المبلغ ده منين؟ يا عمو المبالغ دي بتتقسط. فعلا، والقسط بيزيد سعادتك عن 100 جنيه في الشهر، يعني ضعف مرتب خريج الجامعة. ده بقى بخلاف كم ألف جنيه بيدفعوا مقدم. تقدر تقول لي يا عبقري زمانك، الشاب حديث التخرج يجيب المبالغ دي كلها منين؟ ده مش كده سيادتك وبس، عادة المشاريع دي بتعتمد في تنفيذها على قروض من البنك. أديك قلتها، يعني مش هنغرم فيها أي حاجة. لا يا أستاذ، دي قروض بفوائد عالية جدا بيدفعها الناس من دم قلبهم. أنت بتحاول تنسف الأفكار الوطنية المخلصة. دي مش أفكار وطنية ولا مخلصة بالمرة، دي مجرد شوية شعارات بيرفعوها أصحاب رؤوس الأموال عشان يداروا بيها جشعهم واستغلالهم. ولا أنت إيه رأيك يا فاق بيه؟ عندك حق، بس ده مش معناه إن احنا نهمل أفكار الشباب. لا طبعا، أنا ما قلتش كده، بس على الأقل بقى ساعتها الواحد يدور على مشاريع مدروسة. أوكي يا ولد، على العموم أنا أحييك على اجتهادك ده، بس فكر في مشاريع تانية وأنا تحت أمرك. وأنا كمان تحت أمرك يا أستاذ. لا 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 من غير مجاملة صحيح. ايه رأيك؟ والله انا عندي استعراضات كتير بس مفيش امكانيات بقى، يعني فقلت اجيب ده. لا 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 لا. اسمعت ايه المفاجأة اللطيفة دي؟ واحد تاني قلت اجي اشوفك. ايه رأيك في العرايس؟ جميلة اوي. لا مش قصدي العرايس، يعني قصدي ايه رأيك في عالمهم؟ مش عالم امن نقي، بس دول خشب. ما هو ده سر نقائهم انهم خشب. عارفة عايش مصطعات كتير، بتمنى ان كنت ابقى واحد من العالم ده، من العرايس. معقول؟ طبعا، عالم جميل نقي مفهوش لا اطماع ولا شر ولا حقد. بس الشر موجود على الارض زي الخير ما موجود. لا لا لا، اكيد اكيد في مكان في العالم مفهوش شر. تعرف يا استاذ انور انت بتفكرني بايه؟ بايه؟ بالفيلسوف اللي بيدور على المدينة الفاضلة الخالية من الجريمة. ولقاها؟ طبعا. لا انا بقى نفسي الاقيها، ولو ما لقيتهاش يبقى كفاية علي عالم العرايس. تعرف يا استاذ انور انا كان نفسي اكون زيك في نقائك وطيبتك. صدقيني يا عصمت انت احسن مني بكتير. طب تصدقيني لو قلتلك ان انا ما حبيتش حد في حياتي قدك انت وعم فايق؟ صحيح يا أستاذ أنور، بتحب عمك فايق قوي كده؟ يا ده أنا بحب حب، أصل ده العوض اللي ربنا بعتهولي في الوقت المناسب عشان أتعوض بيه عن حاجات كتير اتحرمت منها في حياتي. يعني حب من غير أطماع
صدقيني انا ماليش اطماع زيهم. انا مكسبي الوحيد في العالم ده ان انا مش عايز حاجه من الدنيا غير ان اشوف عمي وبنته ليلى في امان. غريبه غريبه انك ما اشتركتش معاهم. انا لا يمكن اشترك معاهم في لعبه قذره حقيره زي دي. دول بيلعبوا لعبه حقيره ضد مبادئي. تخيل ان الاستاذ خالد المدير بتاعك، الراجل اللي الكل بيحلف بطيبته وباخلاقه، طلب مني ان انا اشترك معاهم في هذا الصراع. خالد انا كمان استغربت زيك كده، رغم انه قعد يتحايل عليا كتير قوي، بس انا رفضت طبعا. عارفه ليه؟ لان قلبي مليان حب، دمي عمره ما تلوث لا بالكره ولا بالطمع زيهم. لو فتحت قلبي هتلاقيه منور بحب انسانه واحده بس. مين؟ انسانه ما فيش حواليها اي صراع، لانها لا مال ولا جمال. مين يا استاذ انور؟ انت يا عفنة. انت يا حبيبتي. ده كذاب. طب وانت ازاي اتاكدت؟ اتاكدت لاني سمعته وهو بيقول لانور ان هو عاوز يبعد خميس عن دائره المنافسه. يعني سفر خميس ده مقلب وشربه خميس. اما خميس ده انسان ساذج بشكل. ده بيحلم ومش قادر يوزن الامور. انما بقى وجدي ده انسان خبيث جدا وطماع. تصور انه عاوز يدخلني في مشاريع وهميه. المعلومات اللي عندي بتقول انه مفلس والبنك حاجز على مكتبه وعقد امال كبيره عليك انت انك تحل له ازمته وتساعده. وخميس عاوزنا ننتج له فيلم. حتى يتحول من كومبارس لنجم. انما انور بقى هو الوحيد اللي ملوش اطماع. مش عرفك. ايه ده؟ انت بتشك في انور كمان؟ زي ما بشك في زكي. خلاص انا تعبت بقى من دولة مش قادرة ارضيها. انت مش قلتيلي انها ناوية تكتب مذكراتها عشان تبتز الناس؟ ما هو انا عشان كده حاولت امنعها تكتبها. امال هتشغل وقتها بايه؟ يعني بتقول انها عاوزة ترجع للاضواء وانها بتدور على منتج. منتج؟ طب وهتلاقي فين المنتج ده؟ خميس. صباح الخير. لا الترابيزه دي بتشائم منها، ما كتبتش كلمه مفيده عليها. صباح الخير متر. يا متر اتحرك يا ممل. مش معقول. تحت امرك يا فندم. انا عايزه الفطار. تحت امرك يا فندم. جراتين بالايس كريم نوبا جلاس، ايس كريم مشكل. ام علي. ام علي ايه؟ ام علي ايه؟ انا بقول لك افطر، جايب لي جلاس. أيوة. عايزه موتيفات بسيط عشان معدتي تعبانه طول الليل من الكتابه. يا ريت واحد كرواسون بس يتغير. هل كان كرواسون انجلش كيك كده؟ انجلش كيك يعني كده كده. يا ريت حته باتيه صغيره ماما قوي موتيفه يا فندم. موتيفات صغيره. حاضر يا فندم. يا ريت ذكر بط بس يبقى محشي كده. ذكر بط محشي حلو. عشان احب ارم عظمي. يلا يا بابا ما تقعدش قدامي هتتصور. حاضر يا فندم. مش كده بس ما احبش انا اللغط ده. اخيرا. بونجور استاذه بهيره. اهلا 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 يا دوله هانم. غريبه حضرتك يعني صاحيه بدري. فعلا انا صاحيه بدري اصلي. والله انا ما نمت ليله امبارح خالص، كنت بفكر. ما انا كمان مستغربه اللي عرفوا عن الفنانين ان هم بيناموا للظهر وطول الليل بيسهروا. رايت يو ار. بس الليله بتاعت امبارح دي بالذات سبيشال كيس خالص، ليله غريبه. تصوري كانت مليانه ارق وتفكير. كنت فيري 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 تنشن. اوه تنشن. ليه دوله هانم؟ اللي جدع اللي اسمه خليل ده. لا هو مش خليل، هو عبد السميع. لا مش عبد السميع، هو ان بتوين خليل وعبد السميع. خميس الملحم ده القطعيه واحده اكيد عارفاه. ايوه الجدع البلاكار. ماله خميس؟ تصوري قعد يترجاني ويلح عليا، قال ايه عاوزني انا اشاركه فيلم من انتاج وتمثيله هو وليلى. طب كويس. وبعدين
هو في الحقيقة يعني الولد بيفكر كويس ريلي عشان الواحد ما يكحفش حقه بس يعني اسمحيلي يعني اسمه هو ولا اسم بنت عمه ما يشيلوش فيلم وكان ضروري طبعا يفكروا في فنانة كبيرة لها اسمها اللامع الكبير عشان الأفيش. مش ممكن حيلاقوا واحدة ألمع ولا اسم أكبر من اسمك يا دولة هانم. مرسي خالص ريلي ثانك يو فيري ماتش فروم ذا بوتوم اوف ماي هارت. الحقيقه يا استاذه بهيره انا ترددت في الاول خالص طبعا مش معقول ان انا اغامر بسمعتي واسم الفن الكبير طبعا وانت مش اي سمعه ولا اسم فني انت اسمك ما شاء الله في السماء. مرسي انا باكد انك انت لطيفه قوي بس ايه بقى انا وافقت في الاخر لما قالوا لي ايه ان الاستاذه بهيره المعداوي هي اللي هتكتب قصه الفيلم. شوفي بقى اسم بهيره المعداوي ده في حد ذاته بكسب كبير قوي للفيلم. بهيره المعداوي ودولة الأشمون على أفيش أهو ده بقى هيرجع للسينما المصرية عبارة كامل العدد. هو أنا متشكرة جدا على ظرفك ده بس بصراحة أنا سيبيني أكمل وأسترسل بدون قطع حديثك يعني أنا كان ليا بعض التحفظات شوية يعني كان ليا بعض الشروط ممكن إذا سمحتي أعرف إيه شروطك. هي مش شروط يعني مكحفة قوي ولا هي قاسية قوي نو بالعكس سهلة قوي. أنا كل اللي أنا طلبته إن يعني دوري أنا يبقى يعني يتعامل حلو يبقى فيه شغل كتير يعني يبقى مليان أحاسيس مليان عواطف يبقى الفيلم مليان إيه مغامرات يعني مليان أكشن ورياكشن لأن أنا بعمل الاتنين مع بعض يعني مثلا فيلم يكون إيه يعني يكون مثلا يعني أنا نفسي أطلع نفسي اتهزق في فيلم عشان حتى بعد الفيلم الناس تمشي ورايا وزقلوا لي بالطوب ويقولوا لي ايه المهزقه المطلقه لا وبعدين ايه انا كمان عاوزه رجاله كتير أيوة. كتير قوي يتصارعوا عليا انا طبعا يتصارعوا يموتوا نفسهم بس يبقى في واحد هو اللي بيموتهم عشاني انا يعني عايزه الفيلم يكون مليان ايه يعني يبقى في مليو دراما في دراما انا عايزه الناس تتعاطف معايا انا عايزاهم يبكوا انا عايزه انكد على اهلهم انت عايزه تنكدي على الجمهور انا اللي اقترح مرح جميل جدا ما انا كمان هفرحهم في الاخر بعد ما اتجوز البطل ويبقى هابي اند. شوفي انا عايزه فيلم يكون بلا ملامح أقولي. يعني ابقى انا ظل حتى في الفيت يبقى كده صورتي مش بعيده خالص. انا كمؤلفه ممكن تاخدي رأيي لا انا لازم اقول لك هكتب ايه ما انا عارفه احلى حاجه ممكن تتعمل بالنسبه لك من بدايه الفيلم ليه؟ اكشن أيوة. الفيلم يبتدي أيوة. البطل يدخل أيوة. لابسه انت بقى الفستان والباروكه والشياكه أيوة. معاه في ايده مسدس او ايد هون أيوة. يديك على دماغك توعي تموتي صح. الناس هتفرح لا اقصد هتعيط ليه هتنبسطي ارجوك لا هو ده حلو لما يبقى ده الفلاش باك يعني ده في النهايه عشان الهابي اند كمان استاذه بهيره انا عاوزه اغني تغني ما تقوليش والله عايزه ارقص يعني انا عايزه ابقى يعني كده ده اقول ايه انا حلوه وصغيره لا طويله ولا رفيعه شوفي بقى ابقى شامله من كله بصراحه انا عايزه اطلع المواهب المكبوته اللي عندي لا ده انا عندي كتير ده انا مليانه عقد ده انا ومليانه احاسيس شفتيني وانا بقول أدركت أن السهم يا قيس واحد وأن كلانا في الهوى هدفان كلانا قيس يا ده شوفي ده دي أحاسيس شفت الأحاسيس الثانية أستاذة بهيرة لما أنا قلت له يا أيتها القوى العلوية امنحيه الشفاء لهفي على ذلك العقل الوطيد أن يتهدى مع هذا أسفي على ذلك الفتى الذي كان رفيقا وشجاعا وعالما إيه رأيك مش ممكن مليانة أنت فتحتي نفسي للأكل أقصد فتحتي نفسي للكتابة انت فنانة عظيمة تجنني لما هتحطي الضفرتين وتقولي انا حلوة وصغيرة شوفي كل ده انا دونته عندي بس انا عندي نصيحة اخوية عايزة اقولها ارجوكي انا مش بقولك وباكد عليكي انك انت فعلا لطيفة قوي وديليشس صدقيني انت فنانة عظيمة ما اختلفش عليك اتنين حطي الحاجة يا حبيبي اتفضلي يا فندم
الحقيقه ذكر البط مش موجود، الشيف خد البندقيه وراح يصطاد في الغابه. يصطاد ايه؟ انا فاضي، انا مش كفايه اللي انا فيه. واحده عايزه رجاله يصطادوا وانت عايز لي واحد يصطاد. امشي يا بابا. انت فنانه عظيمه، عظيمه ما اختلفش عليك اتنين. فنانه ليكي امجادك وليكي سمعتك. انما اللي انا كنت عايزه اقوله ان في مرحله سنيه معينه بيوصل لها الفنان، في الحاله دي لازم يدقق، يدقق قوي في الادوار اللي تناسب سنه. يعني ايه؟ ارجوك توضحي النقطه دي بالذات. يعني دولة هانم الفنانة العظيمة من 20 سنة كان ليها أفلام الناس كلها معجبة بيها. تعرفي إنك أنت لطيفة قوي. ميرسي. إنما دلوقتي طبعا الوضع يختلف شوية. يعني لو فكرت إنك تمثلي دلوقتي أدوار، مش ممكن هتعملي دور البنت الصغيرة الشقية مطفرتين بتاعت أنا صغيرة لا طويلة ولا سيارة اللي أنت عملتيها. يعني ده كان ممكن من 20 سنة، إنما دلوقتي ليكي أدوار ممكن تعمليها والناس تعجب بيكي فيها قوي. طيب أستاذة بهيرة، هو إيه الدور اللي يناسب سنة الوقت؟ دور أم حنينة طيبة، بتحب بنتها، بتحن عليها. صدقيني يا دولة هانم، أدوار الأمهات بالنسبة لك دلوقتي أنسب كتير أوي أوي أوي. هتبقي فيها ممثلة عظيمة والجمهور هيقتنع بيكي. وأنا بصراحة لازم أقوم لأن أنا تعبت ومش هقدر ألف على الترابيزة دي، ولازم أدور على حتة تانية أو أوتيل تاني أعيش فيه. عن إذنك يا دولة هانم. صباح النور يا زكي، اخبار بسيوني ايه؟ بسيوني حلو نظيف. اتكتب له عمر جديد. الحمد لله. اتفضل، اتمنى لك فطار شهي. ميرسي ميرسي. يا صباح الياسمين على سلطانة الفن. صباح الفل. اهلا. اهلا بيكي يا صباح الفل يا ست الكل. زكي هنداوي من رجال الاعمال ومن اشد المعجبين بفنك الرائع ده. اكل بني ادمين؟ ايوه اتفضل. يلا. انت لطيف قوي. قلت لي اسمك ايه يا استاذ؟ زكي هنداوي. عمي يبقى فايق بيه مداوي المليونير صاحب الهلومه دي كلها، صاحب القريه يعني. تشرفنا قوي يا استاذ فهمي. فهمي فهمي ايه انت من اولها حضرتك معايا؟ روحي روحي دلوقتي معايا. زكي زكي اهلا وسهلا. اهلا، حصل لي الشرف حقيقي. اهلا بيك يا فندم. على فكره انا من اشد المعجبين بيكي. ما تجيبي، هاتي هاتي. ادي لك ايه؟ أديلك إيه؟ فعلا أنا عندي عطاء بلا حدود، بس أديلك إيه؟ هاتي. أديلك إيه؟ تلاقينا. هاتي آخر أخبارك الفنية. إيه ده؟ دي عجة. شوف يا سيدي، هتكون أنت أول واحد يعرف أحدث أخبار الفنية. ده من حظي، من حظي وحسن حظي. إيه دي آخر أخبارك الفنية؟ أنا عارفة يعني؟ طبعا. أنا هعمل فيلم مع ابن عمك. ابن عمي؟ ابن عمي مين بالظبط؟ هو خليل. لا هو مش خليل عبد السميع، هو إن بتوين. خميس. خميس بتقسمي الأسماء دايما. خميس. خميس صح. خميس ابن عمي؟
تصور ان هو قاعد يترجاني ويتحايد عليا عشان عاوزني اعمل فيلم معاه هو وليلى. الله، ليلى اختك؟ ايوه. بس انا ما وافقتش، قلت لا لازم بهيره المعداوي هي اللي تكتب القصه. ايوه بس انا بصفتي احد المعجبين بيكي وبفنك العريض واحد جماهيرك المتشعبه يعني شايف ان العمليه مش لا تخسري كتير. ايه ده؟ ايه العمليه ومتشعبه ازاي تبقى متشعبه واسم دوله الاشموني على الافيش ازاي؟ ازاي يعني؟ ارجوك يا هانم اوعي تفهميني غلط، ده انت اسمك انت وبهيره يكسروا الدنيا، اسماء نار على علم. ولا حسد بس. بس ايه؟ بس ايه؟ لا قول انت كده قلقتني. يا ريت، انا ما احبش، بصي ما احبش افتن على حد، تربيتي يعني. الواد خميس ده. ماله خميس؟ يعني قصدك ان هو يعني ممثل لسه مغمور؟ لا تصور بقى ان خميس ده طلع ان هو بيعرف فنانين كبار جدا ومنتجين. تصور ان هو بيعرف أميتاب باتشان. هو بيعرفه، ما هو بيقف على السينما اللي بتتعرض هناك في شبرا. في شبرا في سينما بتعرض أميتاب باتشان، يقعد هو على السينما طول النهار بيبيع لب. ده كومبارس يا بنتي، ده بكومبارس خميس، كومبارس، ويا ريت كومبارس اكتر كمان من كومبارس. طب هقول لك حاجه عشان خاطري ما تقوليش لحد، دوبلير شالوت. ايه دوبلير شالوت؟ ما كسكوسا شالوت. هقول لك، في دوبليرات يتضربوا بس. ده مش متخصص ضرب، لا تكريم، شلوت بس. لما البطل يتضرب شلوت يجيبه خميس يتضرب. تقولي خميس شلوت يتضرب؟ معلش، ما هو يعني هو لما يضرب في الاول بعدين لما يكبر هو اللي هيضرب. طب عندك فكره؟ قالك هيجيب لك فلوس منين عشان يمول الفيلم ده؟ لا، ما هو مش هو خميس اللي هيمول. فهمتني غلط، مش هو خميس اللي هيمول. اوعي تقوليها، يكون قال لك ان هياخد فلوس مني عشان امول لك هنا الفيلم. انا صحيح عندي فلوس ومليونير، اقدر امول 50 فيلم في الشرق كله، انما الافلام لازم تكون جيده وممتازه. لا استاذ فهيم، انت لا انت فهيم والله انت شربات وفعلا ديليشس، بس انت فاهم غلط. هو شوف، هو مش خميس اللي هيمول الفيلم، هو فايق بيه هنداوي هو اللي هيمول الفيلم. انت ايه؟ فايق عمي انكل. مش معقول. عن اذنك جايلك فوق. خلص عملية كده. قال لك عمي؟ He's abnormal. طيب اصلحك واكد لك اني لا احمل لك اي ضغينه ولا كره. زكي هو اللي يقول الكلام ده؟ انت هتخليني واقف على الباب كتير كده؟ طب اتفضل تعالى نطلع بره. بره ايه يا راجل؟ بره في حاجات نادر وحاجات. بره ساعه اترك جوه احسن. اهلا يا ولدي. اتفضل لانه ما يصحش بالسن يعني. السن وبدي اصلا كده. لا ايه في يعني؟ المفروض انا اللي اخش الاول لان انا صاحب البيت عشان افضي السكه، حد يكون خلع راسه ولا حاجه. ايه خلع راسه ده كلام غريب، انت عندك حد؟ لا. امال ايه خلع راسه؟ تفضل تفضل تفضل. ايه يا اخي ما شاء الله، نفس الخيمه اللي انا قاعد فيها نفسها، نفس الرسمة. ايه خير يا زكي؟ يا نعم أرجوك يا ولدي،
تفهمني كويس، انا عايزك تنسى اي اساءة انا عملتها فيك وتفتكر الحاجة الحلوة بس، تفتكر ان انا زكي ابن عمك من دمك ولحمك ويهمني مصلحتك. على العموم لسانك كريم. عشان كده دلوقتي انا جاي اقدم لك عربون صداقتي واخلاصي لك. شويه هات من الاخر. ايوه انا من دلوقتي في خدمتك وتحت امرك. وادي ايه رايك وادي لو نتعاون سوا؟ انا ما بحبش المقدمات الطويله. اختصار يا وجدي، انا عرفت خبر غريب ودلوقتي طازه، خبر مثير يهمك جدا. بقول لك ايه، انت مش ملاحظ انك انت خدت وقت اكتر من اللازم؟ ملاحظ، ما انا قاصد. خميس ابن عمنا بيحاول يضحك على عمنا العزيز المليونير. ازاي؟ اقنعه ينتج له فيلم هو وليلى. ما تصدقوش. لا صدقني يعني يا وجدي، ده انا سامع الخبر ده من دولة هانم نفسها. عارف ليه؟ لان دولة هانم هتلعب معاهم في الفيلم، هتمثل دور الخال. لا والادهى من ذلك والاهم ان بهيرة هي اللي كاتبة قصة الفيلم والسيناريو، وانت تعرف بقى العلاقة اللي بين بهيرة ومعزتها عند عمنا المليونير. يا سلام عليك، يا سلام عليك وعلى تكتيكك يا ابو الاوجات. انت مالك عملت زي موتور العربيه اللي عامله عمره كده، زي ده كربات كده في حركاته. ايه هتضحك ليه؟ ايه اللي يضحكك؟ هو انا بلعب يا ابني؟ ده انا اشمها على بعد 100 كيلو وانا اشمها على بعد بوصه. على العموم ده مش جديد عليا، انا بتكلم عن الجزمه وانا بتكلم عن خميس. الله، وجدي يعني انت كنت تعرف ان خميس هو تمام يا حبيبي. وسبته كده يعمل اللي هو عايزه عشان تعرفوا ابدي، تعرفوا قد ايه انا مخلص ليكم ولعمي والبنت عمي. وجدي يخرب عليك، انت شوقتني، بتقول لي ايه الحكايه بالظبط؟ اما انا عملت حته مقلب في خميس هيطلع من نفوخه. مش هو دلوقتي نازل مصر؟ ايوه، ما هو اصل نازل للمخرج الكبير يوسف شاهين. ومش هيقابله. مش هيقابله ازاي اذا كان يوسف، قصدي يوسف بيه هو اللي باعت له تليفون. المفاجاه يا عزيزي ان انا يوسف شهيد. انت يعني انت اللي هي كيميا. استاذ خميس، كنت فين يا استاذ خميس؟ ده انا دورت عليك، قلبت عليك الدنيا، ده انا ما خليتش مكان ما دورتش عليك فيه. انا اول ما الاستاذ جو اتصل بيا والح في طلبي، الحقيقه الحت هدومي دكه ولبست الطقم ده وجيت على طول. استاذ مين؟ جو. هو الاستاذ اتصل بيك؟ اتصل بيا طبعا، والح بقول لك الح، ده فضل تليفونات ليل نهار، انا قعدت موظفه مخصوص علشان. طب اتفضل يا استاذ، ده زمان الاستاذ مكسر الدنيا جوه. طيب على ما يكسر الدنيا جوه انا حوصل، بس يعني ايه اعمل تليفون بس وهاجي لك على طول. يا ساتر تليفون ايه ده، مالك وريني كده فيه، انت وقعت على وشك ايه يبقى الشطف. انا جاي على طول. الراجل ده باين عليه اتجنن والله. عصمت يا عصمت. لا انا مش عصمت. ليلى عصمت فين؟ انا بدور عليها من الصبح مش لاقيها، وبعدين انا اعرف ان عصمت ديت انسانه ملتزمه وبتحترم مواعيد العمل. هي فعلا انسانه ملتزمه، بس للاسف. للاسف ايه يا عصمت؟ حصل لها حاجه؟ جاوبيني يا ليلى، قولي لي حصل لها ايه. ما تتخضش قوي كده، اصلها تعبانه شويه.
طب ما جبتلهاش دكتور ليه؟ روحوا جيبوا لها دكتور بسرعه. معلش ما هي مش عيانه بمعنى كلمه عيانه يعني. ليلى انت مخبيه عليا حاجه، يعني ايه عيانه ومش عيانه؟ هي فوازير في ايه؟ افهم يا انور بقى. الله، عصمت مريضه مرض نفسي. نفسي؟ يعني ايه؟ فهميني اكتر يا ليلى. انا لو ما كنتش صاحبتها ومعشاها كويس قوي كنت قلت انها بتحب. بتحب؟ عصمت بتحب؟ صدقني يا عمرو، عصمت دلوقتي بتقعد تسرح كتير قوي وتسهر تعد نجوم الليل. نجوم الليل؟ ولقيتهم كام بقى على كده؟ ايه يعني؟ هي مش من حقها انها تحب ولا ايه؟ طبعا. ولا منها وحشه حبتين؟ لا ارجوك ما اسمحلكيش. ايه اللي عصمت وحشه؟ دي قمر. قمر عصمت دي زي القمر. ولا منك انت بتحط مكياج وتواليت في وشك؟ لا عصمت دي طبيعيه، جمالها رباني طبيعي. خلاص خلاص كفايه يا جمال. خلاص كفايه عليا كده. يلا بقى يلا عشان نروح نفطر. يلا. لسه الزبت اللي اسمه خميس ده ما وصلش. يعني لازم خميس ده يا استاذ؟ ما قدامك دوبلير تاني واضرب فيه زي ما انت عايز. ده ما ينفعش. انا تعودت على وش خميس، يا تجيبوا لي خميس يا هنسحب من الفيلم ده. شوف حد تاني غيري يعمله. امرك. بس لو اعرف ايه سر خميس ده. خميس ده حاجه تانية خالص. اتعودت على وشه بينرفزني، بيعتلني، بيخليني زي الوحش. اهلا. ازيكم يا اولاد؟ اولاد عاملين ايه؟ ازيك يا فوقس؟ فوقس لسه ما فوقشش. ايوه فوقس. ازيك؟ انا الاستاذ فؤاد المخرج. استاذ فؤاد المخرج. ازيك يا بطل؟ تعال لي يا حبيبي. ده انت وحشني وحشانه. فينك من زمان. انا اخر مره ضربك امتى؟ لا 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 لا، ده بقى لك كتير. الواحد خلاص فرقت. اوه انا اتاخرت عليك يا حبيبي. ايه ده؟ ايه يا حبيبي؟ ايه يا بابا؟ العب في ايدي هناك. العب هناك في الاستريت في الشارع. مالك يا ولد؟ في ايه؟ انت ما تعرفنيش. ده ما يعرفش حاجه بقى. انت عايز تضربني برضه؟ طبعا. لا ان شاء الله. خلاص انا هروح هنا للماكير بس يعمل شويه مونتاج، لاني وشي مرهق شويه وعموما هغير وابقى جاهز. تغير ايه؟ هغير دولارات. انت ما تعرفنيش بقى ولا ايه؟ ازيك؟ انت بطل؟ بصل فحل بصل. خد يا ولد، خد هنا، خد ورا خميس، خد على خميس. يا خميس ايه اللي بيحصل ده؟ انت سيبك وامشي ليه يا استاذ؟ يا اما خميس يا مش هشتغل. ولا اقول لك، انت فيك شبه منه بس هو اطعم شويه. ايه رايك؟ تعمل انت دوبلير. نعم؟ تعمل انت دوبلير. سلام عليكم. سلام عليكم. خد على هنا، تعال هاتولي خميس. يا خميس يا اما هنسحب من الفيلم ده. أنكل الخميس ده ولد تلفان جدا، وبصراحة عمره ما حقق أي نجاح في حياته. طبعا، والدليل على ذلك إن بقاله 10 سنين بيحاول يدخل السينما حتى ولو في دور حمار يمثله، مش قادر. لا ما تقولش كده، أنا زعلان منك يا زكي. ليه؟ إيه يمثل دي؟ عمره ما كان ممثل، ده حتة دوبلير لا راح ولا جه. أوعى أنكل تخليه يغرقك أو يدمر ثروتك. إيه ده؟ أنكل بخبرته العظيمة دي هيخلي واد هلفوت زي ده يبتز ثروته؟ لا 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 لا، في كلام فارغ؟ لا 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 لا. ممكن بقى أتكلم؟ ما هو مش معقول عمالين تناطوا بعض من ورايا كده وأنا مش عارف. إيه ده؟ سعيدنا يا سعيد. عمو أصل إحنا بصراحة أول ما سمعنا الخبر أعصابنا ثابت، وقلنا برضو ده عمنا لازم نخاف عليه. طبعا، وإلا ما نستاهلش نعيش في خير. زكي. ايوه اقعد في خير عمك. ميرسي. وبعدين يا انكل لو انت محتاج لاي مشاريع احنا عندنا بدل المشروع 1000. يووو اشر بس وتلاقي مشروع. انا هعمل لك حته مشروع دواجن. استناني. ايه الكلام ده؟ ازاي اللي بتعمله؟ يلا قوم من هنا. قوم انت كمان. مش كلام فارغ. ايه ده؟ انا جايب عهات هنا في القريه جننتوني. صدعتوا دماغي. صباح الخير يا جماعه. لولا صباح النور. تعالي اقعدي جنبي. اتفضلي. لا اقعدي جنبي. معلش انا هقعد جنب بابا. عمي يا حبيبي. يا عمي ايه يا ابني ده؟ يا ابني ايه ده؟ يا مجنون. انت كل مره تيجي تحضني هحس يوم تحضني هتخنقني. وحشني يا عم. والله وحشني. اديه خلاص يا عم. والله العظيم كنت وحشني. خلاص ماشي يا عم. كفايه بقى.
ازيكم يا اولاد عاملين ايه؟ ما تقعدوا. خلاص يا اخي. ابو الانوار تعالى جنبنا. لا انا هقعد جنب عمو واجيب له كرسي تاني. خد يا عمو. اقعد يا عمو. اقعد يا حبيبي يا عم بتوحشني والله يا عمي. والله بتوحشني. كفايه بقى كفايه. جننتني يا اخي. الله. زكي اخبار بسيني بيه ايه النهارده؟ اوه عديكي. إيه؟ حصان حصان حصان. اوعى اوعى بقى هاجر حقيقي. يعني متابع حالته؟ اوه متابع حالته؟ انا ما كنتش هنا لما سبته سادت. سادت زي الحصان كده. بقى كده جميل. برافو يا زكي. الحقيقه في الحكايه دي انت طلعت في منتهى الشهامه. شهامه؟ شهامه ايه يا عمو؟ دي الشهامه الصفه من صفات العيله. عيله هنداوي بيه. أهير عندها. بقيت صغيرة تفتكر يا سلوى؟ أنا كبرت لدرجة إن أنا ما اصلحش امثل في دور ام. ايه انتي هتمشي ورا كلام الست دي؟ دي بتكرهك بتغير منك موت. يعني انا ممكن امثل الادوار اللي كنت امثلها زمان. جولييت فاكره دور في روميو وجولييت؟ يا أيتها القوة العلوية امنحيه الشفاء، لها في على ذلك العقل الوطيد أن يتهدم هكذا. أسفي على ذلك الفتى الذي كان رفيقا وشجاعا وعالما وكان له اللحظ واللسان والسيف. ولا فكرة دون القصب ليلى؟ أدركت أن السهم يا قيس واحد وأن كلينا للهوى هدفان. كلانا قيس مذبوح قتيل الأب والأم طعنان بسكين من العادة والوهم. لقد زوقت ممن لم يكن ذوقي ولا طعمي ومن يكبر عن علمي ومن يصغر عن علمي غريب لا من الحي ولا من ولد العم ولا ثروته تربي على مال أبي الجم. فنحن اليوم في بيت على ضدين منضم هو السجن حوامتين جارين على الرغم شتيتين. فإن لم يبعد العظم من العظم فإن القرب بالروح وليس القرب بالجسم. ممكن ده يحصل؟ إلا ممكن وممكن وممكن. ده انت لسه بجمالك ورشاقتك الله مش شايفه الرجاله بتجري وراك ازاي؟ بس تفتكري يا سلوى الكلام اللي قاله زكي على خميس؟ انا ما صدقش كلمه واحده من اللي بتتقال على خميس. خميس ده راجل طيب قوي. وبعدين انا سمعت ودني دي بيكلم سعاد حسني بتتحايل عليه عشان يعمل لها فيلم. وبالرغم كده جاني انا يا سلوى وساب سعاد حسني سابها وجه عشان ياخد دولة الاشموني. سعاد حسني نجمة الجماهير سابها وجهدني انا. ايه ده؟ سجل يا تاريخ، اكتب يا زمن. ده معناه ايه؟ معناه ان انا لسه صغيرة. ايوه شفتي يا دي حاجة قليلة. بس انا قلقانة. ايوه لا وحل فكرة فلا حاجة. أنا قلقانة قوي من كلام زكي عليه. أصل أنا كمان ده اللي خلاني أقلق أكتر لما سمعت زكي بيقول في كلامه يعني إن هو هيعمل أكبر شركة إنتاج في الشرق. خير وبركة. لو فشلنا مع خميس يبقى قدامنا مين؟ ابن عم زكي. سلوى أنت النهارده حلوه قوي. لا حلاوتك زايده حته تيبك لحلاوه تحنيده تجنني. لا مين كمان؟ في فايق بيه
وبسيوني وغيره وغيره، هم مستنين إشارة منك. وشخط فيا ووشه زنهر وقال لي لا ما اسمح لكيش تقولي كده، عصمت مش وحشة. ولد ارتباط وعاطفي فظيع جدا جدا. مش معقول. ما شفتيش ساعة ما هجم علي راح خانقني كده. والله وأول ما يشوفني كده على طول عمو عمو أنا بحبك يا عمو ويروح معايا. عمو عمو اتفضل تاني جاي يقول زيه. أهلا يا وجدي اتفضل. أقول إيه يا عمو؟ أمسك الخشب؟ خشب إيه؟ أنا قاعد مع بنتي يا ابني. يعني بنتك يعني ما يتمسك لهاش الخشب؟ طبعا اقعد اقعد. بس انا زعلان منك قوي يا عم. ليه بقى كفضل الشر؟ يعني دايما كده بتبقى متشكك. مش متشكك يعني بتبقى متشكك. متشكك في يا ابني في افكاري وفي في قدراتي. انا عمري ما تشككت في حاجه يا ابني، انت بتتهمني بحاجه ما قلتهاش. ارجوك يا عمي ارجوك، انا نفسي وانا بتناقش معاك تديني فرصه عشان اثبت فيها وجودي. يا ابني اثبات الوجود ما يبقاش بكتر الكلام. بابا معاه حق. حلو جميل جدا، انا مش مختلف معاكوا خالص في الحكايه دي. اثبات الوجود لازم يبقى بالعمل وبالفعل، عشان كده عايزك يا عم تديني فرصه اثبت فيها وجودي بالفعل. تقصد ايه؟ يا ريت توضح. قول لي طلباتك ايه؟ امسك اداره الفندق. الله. وخالد يا ابني. لا لا خالد ده لا يصلح للاداره خالص، ده ممكن يمسك يعني العلاقات العامة مثلا. لا العلاقات العامة دي شايلها عصمت على كتافها. مش مشكلة، هو يساعد عصمت، عصمت تساعده أي حاجة. طب بلاش بتمسكه ريسبشن، استقبال، استقبال. المكان ده حساس وعايز واحد خبرة زيه. ساعتها بقى يا عمي هتشوف، هتشوف وجدي هنداوي يعمل ايه. طيب طيب ممكن تدي فرصة لبابا علشان يمهد الموضوع لخالد. اوكي انا ما عنديش مانع، خد وقتك يا عمي خد وقتك. بس اسمح لي اسمح لي اقبلك. كلكم كده يا اخي. معلش انا بحبك قوي يا عمي، انا بحبك قوي. طب ما خلاص يا ابني. وبعدين خلاص شفت بقى لما تديني الفرصه دي وتخليني مدير الاوتيل هتعرف، هتعرف وجدي هنداوي هيعمل ايه. وبعدين اداره الاوتيل ايه؟ كيميا يعني. كلهم كده. ليلى. طيب ايه ده؟ ليلى يا بسيوني، ليلى بتحبك. ما عندكش فكرة العذاب اللي هي شايفاه، ما عندكش فكرة انت عملت فيها ايه. بتتعذب، الحياة قاست عليها بسببك. بسببي انا؟ ايوه. انت مش ناوي تديني ورد ولا هفجعه تاني ولا ايه؟ هروح بيه لواحد تاني غيرك. اسكت والله زي الخط. بسوني انت عملت فيها ايه؟ قول لي. والله ما عملت حاجه. عملت فيها ايه؟ ما عملتش حاجه. من ساعه ما شافت طاقيتك دي برج طاق. تصدق الطاقيه دي بتاعتك ولا معاك حد فيها؟ لا انا ورثها من المرحومه امي. ورث وقسمتوه؟ لسه لسه. عشان خاطري حوش لي السور ده كله. ايوه انا دي حيطه من دول واحده حيطه، هم اربع حيطات. انت بتقص معايا بسيوني، انا جاي لك في موضوع مهم. ما عندكش فكره اصل انت مش واخد بالك، معذور ما كنتش في وعيك. خير؟ ما كنتش في وعيك. ايه؟ ما خدتش بالك وهي بتتعذب ودموعها نازله بدرارا على بقها. اضرارا على بقاها؟ انت مش قلت لي حكايه بقاها دي قبل كده؟ اوه ايه؟ بس يوني قلت لي حكايه بقاها دي؟ والله قلت لي انها نسيت بضرارا. طب اسمع البق ده بقى، البق الجديد ده. ايه يا استاذ زكي؟ ما اعرفش قلت لي بق كده احس ان انت صايع. لا بس انا ايه؟ لا انت ناس. ايه ده؟ طب اسمع الخبر الجديد ده. قول. ما عندكش فكرة عن ليلى؟ لا ليلى 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 قلبت على وحش كاسر نمر متوحش لما طبقت في زمارة رقبة خميس ووجدي وقالت لهم انتوا السبب، انتوا السبب. قالت لهم انتوا السبب، انتوا السبب. ايوه
وقلت لهم حبلر الشرطة. الشرطة؟ الشرطة ليه؟ مالوش يا اسم خلاف؟ المهم عندي ان ربنا نجاك. ربنا نجاك. نجاني؟ ربنا نجاك. نجاني من ايه يا زكي؟ نجاك. في ايه؟ قول لي اي حاجة تعرفها. في ايه يا زكي؟ في سامحني؟ ايه؟ سامحني يا رب. ايدك كلها؟ سامحني يا رب. سنانك؟ انا اسنانك يا زكي. اسمعني. في ايه؟ كانوا عاملين ضدك مؤامرة الاثنين. مؤامرة؟ في ايه يا خالي؟ ما تعملش يغرقوك. عاوزين يغرقوك. خميس ووجدي؟ ايوه. يغرقوني انا؟ طب بلاش. ارجع الى الوراء. لا الى الوراء في الذاكرة. الذاكرة؟ ايوه. شفت مع حد منهم كوباية مية؟ لا مش شايف حاجة خالص. لا. ايه؟ ايه يعني الوراء في الذاكرة؟ في الذاكرة اهو اهو ما تدقش الذاكرة، أنا برجع لوحدي. شفت مع أي حد فيهم كوباية مية؟ مش شايف حاجة خالص. كانوا عاوزين يغرقوك في المية بس. في كوباية؟ سامحني يا رب. زكي سامحني يا رب. أنا سمعت عن اللي غرق في شرب مية، إنما اللي غرق في كوباية مية ما سمعتش عنه أبدا. دي حاجة مستوردة، سيستم جديد، كوباية مية يغرق فيها فيل. اسكت. فيل؟ اه سامحني يا رب. قلت كل الحقائق. الوقت بس صدقتك. تيرارا خلعوني خميس ووجدي. تيرارا كانوا عاوزين يغرقوني. اخرق اخرق اخرق. طب ليه؟ ليه يعملوا فيها ليه كده؟ بيكرهوني ليه؟ ده انا ما عملتش فيهم حاجه. بيكرهوني ليه؟ انا ما عملت لهمش حاجه يا زكي. معقول يا بسيوني مش عارف بيكرهوك ليه؟ يا ساحر. ايه يا جذاب يا سارق قلوب العذارى. ايه باين زي الشمس. ايه بيكرهوك عشان انت خطفت قلب ليلى منهم وفزت بيه. يا خبر. تصور كانت فايتاني الحكايه دي خالص. انت كل حاجه فايتاك. ايوه هما فعلا عملوا المستحيل عشان ليلى تعبرهم، بس هي ما كانتش بتعبرهم. بس انت برافو عليك يا زكي، كده تبقى خطتك نجحت ومش فاضل غير خطوه واحده بس. وانت عارفها وادي دقني. ايه هجوزها لك. هجوزها لك يا قمر. الله يخليك. انا مش عارف اكافئك بيه. مش وقته، اصل دي حاجه محرجه. لا 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 ده حقك، انت انسان مخلص ولازم تتكافئ. قول لي انت تحب المكافاه ايه؟ لا 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 يا زكي لازم تقول. لا لا ده حقك حقك حقك. خليني في نص هدومي. لا 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 ماليش دعوه. 10. ايه؟ 10. 10 ايه؟ مفيش حشرات خالص. لا 10 10 10 دواكي يا بسيوني. بالعين ولا بالحاء؟ 10 10 10,000 جنيه. ايه رايك؟ كم؟ 10,000 جنيه. مالك في ايه؟ كم؟ انت بكواني؟ لا قول. انا عاوز اقول انت حقك. 10,000 جنيه. ايوه ما فيهاش حاجه. قول بقى كام؟ كام؟ ايه كام يا بسيوني؟ ايه كام؟ قول. اشيل السور ده مالك فيه ايه؟ 10 دواكي. 10,000 جنيه. طيب اوكي اوكي من العين دي والعين دي كل طلباتك مجابه يا زكي. امتى بقى؟ اول ما اتجوز ليلى وانا في الكوشه.